هو ماتش صعب قوي بالنسبه للاهلي بالذات، وان شاء الله الاهلي هيكسب، وتوقعاتي 3-1 للنادي الاهلي. وهو ماتش هيبقى صعب جدا عشان ضغط الجماهير، هو كان متوقع ان يلعب الزمالك، فبيراميدز فريق برضه كبير وعنده لاعيبه قويه قوي في مصر، وعنده طموح انه ياخد اي بطوله، ما خدش ولا بطوله في الدوري ولا في اي ولا في كاس، فنفسه انه ياخد بطوله. وان شاء الله الاهلي توقعات انه يكسب 3-1. هو ماتش صعب يعني، بس ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله. الاهلي متوقع يعني طول عمره يعني على البطولات والمباريات الصعبه، يعني ان شاء الله نكسب 2-1 باذن الله. هو ان شاء الله الاجواء تكون حماسيه، خصوصا بعد كمان ما الزمالك ان هو اعتذر عن البطوله وكده، فان شاء الله هنفوز 3-0 باذن الله. ان شاء الله باذن الله هيبقى ماتش جميل، واحنا كان نفسنا، انا كراجل اهلاوي كان نفسي العب الزمالك لان هي برضه فرقه محترمه وده قطبين الكره المصريه، بس ما فيش نصيب ان شاء الله. هنلعب بيراميدز وبرضه فرقه قويه، وهيبقى ماتش حلو ان شاء الله، 3-0 للنادي الاهلي باذن الله. لا انا شايف حمدي فتحي ان شاء الله باذن الله هيبقى حاجه، ومروان عطيه طبعا نجم النجوم دلوقتي، وان شاء الله باذن الله يعني بيرسي تاو يعملها ويفرحنا ان شاء الله، و3-0 للاهلي باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله بيراميدز هيكسب باذن الله 2-1 لبيراميدز، واجواء الماتش بيراميدز هيكون احسن ان شاء الله من الاهلي. انا شايف ان الصدمه اللي هم صدموها في ان هم يلعبوا المباراه ان شاء الله دي اللي هتكسبهم، يبقى حافز ليهم ان هم يكسبوا باذن الله. اول حاجه احنا لسه غالبين اصلا بيراميدز في الكاس، فاحنا تمام جدا معاهم، عارفينهم كويس جدا، عندهم كذا اصابه، عندهم ناس مش هتلعب، فده تمام. بس احنا الاهلي يعني الماتشات اللي هي فيها بطوله بتاعتنا يعني صعبه على اي حد. الاهلي برضه اللي هيكسب مهما كانت، بس الاهلي هو اللي هيكسب باذن الله. ومن وجهه نظري ممكن في بيراميدز فخر لقاي وفخر الدين بن يوسف، اما في النادي الاهلي ممكن حسين الشحات مستواه بيعلى الفتره اللي فاتت ديت، وممكن في خط النص ممكن حمدي فتحي. دول بالنسبه للاهلي وبالنسبه لبيراميدز، يعني متوقع ان الماتش هيبقى صعب قوي بس بيراميدز هيحسمها. 2-0 للاهلي باذن الله، محمد شريف وحمدي فتحي. هي الورقه الرابحه طبعا في الاهلي هو احمد عباد لو نزل في الاول، احمد عباد الحلو وحسين الشحات ومروان عطيه، دول اللهم صل على النبي هم اللي ماسكين حلو. اما بيراميدز بقى هو كلهم حلوين، بيراميدز بس بيراميدز مش لاعب بطولات، بيراميدز بتاع بطولات وكلهم حلوين يعني. فخر الدين بن يوسف ممكن، فخر الدين بن يوسف وفخر اللقاء، اللهم صل على النبي الحلوين، بس مش بتوع بطولات. الاهلي اي حد فيه ممكن يسجل، اي حد ليه عشان خبره وبطولات طبعا، هو حدث ولا حرج. في الاهلي الهجوم بتاع الورقه الرابحه كهربا وحسين الشحات، اما البيراميدز يعني رمضان وعبد الله السعيد، بس دلوقتي عبد الله السعيد مصاب، رمضان دلوقتي هو الخطوره بتاعت بيراميدز.